المفتشين بكل الوثائق التي تهم التدبير المالي والمحاسبه للمجلس، فضلا عن تقديم ملفات واتفاقيات التي ابرمها المجلس مع مختلف الشركاء ولائحه خاصه بمجموع المقررات التي اتخذها المجلس برسم دوراته العاديه والاستثنائيه لسنتي 2017 و2018. وقد أسفرت هذه العملية عن موافقة المجلس عن طريق خطة المواكبة بتقرير أولي عن نتائج عملية الافتحاص تضمنت بعض الملاحظات أجاب عنها المجلس في الوقت القانوني المحدد له. هذا وسيتم عرض التقرير النهائي للمفتشين على أنظار السادة الأعضاء فور توصل المجلس به للمناقشة كما تنص على ذلك المادة 205 من القانون التنظيمي. المحور الثاني الأيام الدراسية واللقاءات. تم تنظيم يوم دراسي يوم الأربعاء 12 يوليو 2019 حول موضوع إمكانية الاستفادة من مادة المرش الذي يأتي تفعيلا لسلسلة لقاءات عقدتها لجنة الماء والطاقة والبيئة ولتوصيات رفعتها إلى رئاسة المجلس بهدف البحث عن طرق لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بهذه المادة للحد من آثارها السلبية على التربة والمنتوجات الزراعية والبيئة. وقد عرف مشاركة عدة مصالح منها ولاية جهة فاس مكناس ووكالة الحوض المائي لسكو والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس والمديرية الجهوية